قطاع غزة في اليوم التالي لهذه الحرب، من سيحدد شكل هذا القطاع ويحكم هذا القطاع؟ نحن نقول لكل الأطراف الإقليمية والدولية أنه نحن لن نسمح لأي طرف بأن يملي على الشعب الفلسطيني كيف يدير شؤونه الداخلية. ونحن في حركة حماس طرحنا منذ الأسابيع الأولى لهذه المعركة مشروعا واضحا وحاز على رضا وموافقة وقبول غالبية الفصائل الفلسطينية والسواد الأعظم من الشعب ونخبه ومكوناته. احنا تحدثنا عن ضرورة الذهاب نحو تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، متفقين على مرجعيتها، متفقين على مدة أدائها للعمل، متفقين على مهامها اللي هي أساسا توحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة، تولي متابعة والإشراف على إعادة الإعمار، ثم التحضير للانتخابات الفلسطينية الشاملة.